الأمن يحقق في وفاة فتاة عثر على جثتها بفيلا برلماني ببني ملال. أفادت مصادر محلية بأن الأمن اعتقل البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية بسبب حادث وفاة فتاة داخل فيلا في ملكيته كانت تحتضن حفلة خاصة بمشاركة الفتيات. المصادر ذاتها قالت إن الأمن فتح تحقيقا معمقا في الحادث بتعليمات من النيابة العامة المختصة، واستمعت للفتاتين اللتان كانتا حاضرتين خلال الحفل، مؤكدة على أن نتائج التشريح الطبي ستكشف الأسباب الحقيقية للوفاة داخل منزل البرلماني المذكور. ورجحت مصادر الجريدة أن تكون أسباب وفاة الفتاة راجعة إلى تعاطيها لجرعات زائدة من المخدرات، لا سيما أنه عثر بمنزل البرلماني ذائع السيت بجهة بني ملال خنيفرة على مواد مخدرة وضمنها الكوكايين.